النهاردة يا بنات هقولكوا على المشروب المفضل ليا في الشتاء، وبيشبعني جدا ويسد جوع بالليل بتاع الشتاء اللي كلنا طبعا بنحس بيه بالليل، وبنلاقي نفسنا بنعك وبناكل اي حاجة. المشروب هو الحلبسة المشهور طبعا كلنا عارفينه، طبعا انا عاملاه بطريقة صحية وبيشبع جدا، وهو حبة الحمص الصغيرين بس دول اللي حسسوكي بالشبع. اتمنى ان انتوا تجربوه وتستمروا عليه. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده ان شاء الله هعمل لكم المشروب اللي انا بحبه بالليل اللي بيعلي الحرق، الحلو جدا اللذيذة طبعا كلنا عارفينها هي الحلبسه. فانا هقول لكم المكونات بتاعتها وهنعملها مع بعض، وحلوه جدا بالليل، بتسد الجوع جدا جدا، وغير طبعا مفيده وبتعلي الحرق، فاتمنى ان انتوا تشربوها لما تجوعوا بالليل. يلا نشوف بقى المكونات مع بعض. معايا هنا طماطم مقطعه مكعبات، طماطمتين، ومعايا هنا معلقتين صلصه، ومعايا هنا فص ثوم صغير عشان بالليل فما بحطش كتير، ومعايا بصله مفرومه تمام كده، ومعايا هنا ليمونه. والبهارات بقى معايا ايه؟ معايا كزبره، ومعايا كمون، ومعايا شطه، ومعايا ملح، ومعايا فلفل، من كل حاجه معلقه صغيره، وطبعا حمص الشام ومعلقه خل، وبحط مستردة للي حابب، اللي مش حابب خلاص عادي يعني. بس كده، هي دي المكونات بتاعتنا. هوريكم بقى دلوقتي الطريقة هنعمل ايه مع بعض، وطبعا هسيب لكم المكونات في صندوق الوصف تحت اللي عايز يجربها. بس نصيحة مني، لو جوعتوا في الشتاء ومش عايزين تبوظوا الدايت وعايزين تبقوا مستمرين، خدوا لكم مج حلبسة. بصوا يا بنات كلنا هنعملوا ايه. حطيت الحلة على النار وهحط فيها مية سخنة، وهنزل بالمكونات دي اللي هي الطماطم والبصل والصلصة والثوم، هحطهم كلهم مع بعض في المية السخنة. تمام كده، وهنزل بقى بالبهارات كلها، سهلة قوي وحلوة جدا بالليل. وهديها تقليبة كده وندقها لو عايزة ملح او حاجة. عايزة شوية ملح لسه، بس هعصر الليمون الاول عشان ايه ما تبقاش حادة قوي. هديها تقليبة كمان وهدوق. واحط معلقه الخل اللي قلت لكم عليها صغيره، مش قصدي معلقه واحده. واحط حبه مستردة صغيرين، دي اختياري بس كده، بتدي طعم يعني. بس كده انا بحب المستردة في الاكل بصراحه قوي. بس كده هسيبها بقى اغطيها واسيبها تغلي تمام. وقبل ما احط الحمص هدي للمكونات دي ضربة كده بالخلاط، ضربة كده بسيطة صغيرة، عشان لو المكونات دي ما تضايقكيش وانتي بتاكليها، حابة تاكليها كده حلوة جدا، بس انا بحب اديها ضربة كده بالخلاط. وبعد كده بعد ما اديها ضربة هنزل حمص الشام تمام كده. ودوقوها قبل ما طبعا ما تغلي وكده، عايزة ملح عايزة فلفل حسب الحاجات اللي انتي حابيه، عايزة تحميها اكتر. والشطة طبعا حلوة جدا، عارفين في تعلية الحرق يعني. بس كده اما تغلي بقى هرجع لكم تاني وهقول لكم هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا بنات بقى، طبعا عشان سخنه قوي اهي، هديها ضربه قبل ما احط الحمص، ضربه واحده بس كده تمام كده. هنزل بقى بالحمص، هديها بقى غلوة كمان على النار، وبعد كده هقدمها. بصوا كده بقى يا بنات، اهي الحلبسه بعد ما خلصتها بالشكل ده، انا عامله ليا والجوزي طبعا، حلوه جدا في الشتاء بالليل، بتعلي الحرق جدا جدا وطعمها حلو. اتمنى ان انتوا لما تحسوا بالجوع بالليل كلوا منها، حلوه والحمص بيشبع وما فيهوش سعرات كتير قوي. هو نشويات بس يعني ايه، يعتبر برضو
من البقوليات، فيعني الموضوع اخف من احنا ناكله كيك ولا ناكله مولت ولا الكلام ده. فطبعا الحلبسه اخف منهم كتير، والشوربه بتاعتها هتدفيكي، وغير كده كمان هتعلي الحرق جدا. بس كده هو ده المشروب اللي انا بفضله في الشتاء. اتمنى بقى ان انتوا تجربوه، وشوفكم بقى في فيديو جديد. سلام عليكم.